الاحتفال آه, الاحتفال بيوم الاستقلال الأندونيسي ليس مانعا في تحقيق اتحادنا ليس مانعا في تحقيق مصلحتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبًا يا أيها الشباب ...nertaki fi halakotina al mubarakah ma'ayin diafkarina bayro bayroh wa akhi al jamil yakni izuddin wa fi hadil fursah at-tayibah sana tahadath an maudu yauma istikla ihtifal yauma istiklali indonesia thumma qobla saastamir ila kisotina ismahuli an as'alakum عن الاحتفال في اندونيسيا وكيف رأيكم عن كيف رأيكم عن معنى حقيقي من احتفالي من احتفال يوم الاستقلال اندونيسيا طيب بداية نقول لك اهلا وسهلا في موضوع حديثنا اليوم الا وهو الاحتفال بيوم الاستقلال الاندونيسي طيب أه فعندما نتحدث حول مفهوم الاحتفال فلكل إنسان أن يفتقر بما يحتفله فنحن كالشعوب الأندونيسيين هناك الاحتفالات الكثيرة منها احتفال الاحتفال بيوم الاستقلال الأندونيسي الذي يعد أكبر الاحتفالات الموجودة في أرضنا أرض دولة إندونيسيا طيب ما معنى الحقيقي الاحتفال آه، الاحتفال بيوم الاستقلال الاندونيسي الاحتفال المعنى الحقيقي هو لتحسين صيت دولة اندونيسيا ولتحسين سمعتها الممتعة لدى هؤلاء الاجانب ولتذكير جهود الخلفاء القدماء الذين قد بذلوا جهودهم في جعل هذه الدولة مستقلة ومتقدمة ومتطورة إلى حد الآن ها هو معنى الحقيقي آه الاحتفال بيوم الاستقلال الأندونيسي ونستطيع أن نذكر لماذا تكون دولتنا أندونيسيا مستقلة في سنة 2000 و443 استقلت اندونيسيا الأندونيسيا حين ذلك خالية من الاستعمارات، خالية من الاحتلالات، خالية من مجيء الأجارب هكذا، هذه المسمى بالاستقلال، كانت الدولة يمكنها أن تكون أن تكون مستقلة عندما كانت خالية من الاستعمارات من, الاس من الاحتلالات من كل الأشياء القادمة من الأجانب هكذا نعم هذه هي المعاني الحقيقية من الاحتفال الحقيقي نعم طيب ثم سنستمر إلى السؤال يعني هل عندكم قصة عن احتفال يوم الاستقلال في اندونيسيا أما بالنسبة على قصة تتعلق بيوم الاحتفال الاندونيسي كثيرة جدا عادة احتفل شعوب الاندونيسيون بيوم الاستقلال الاندونيسي سنويا بالأدق في التاريخ السابع السابع عشرة في ماذا من أغسطس عندما احتفل هؤلاء السكان هؤلاء المواطنون الإندونيسيون بالطبع أنهم سينفذون عدة المسابقات الموجودة في قبائلهم الموجودة في تقاليدهم هكذا ولكن والذي لابد أن نركز والذي لابد أن نهتم به نحن كشعوب الإندونيسيين هو الوحدة اتحاد الوحدة الإندونيسية. مع أن الأندونيسيا لها الكثير لها العديد من الاختلافات بما فيها من الثقافات والتقاليد المتنوعة والقبائل بالطبع لكل ولاية لكل قرية قبيلة خاصة أو ثقافة خاصة على سبيل المثال أنا من مدوري انا من جزيره مندورا هناك ثقافه مدورة مختلفه مع ثقافه جاكرتا مختلفه مع الثقافه الموجوده في سماران كذلك واختلاف الثقافات اختلاف اختلاف القبائل اختلاف التقاليد ليس هو ما يفرقنا كالشعوب الاندونيسيين بل هو ما ماذا يوحدنا ونتقوى بعض البعض من اجل تحقيق رفاهيه حياتنا كالشعوب الاندونيسيين هكذا لكن عندما كان هناك ماذا الشخص الذي يعارض ثقافه اخرى يجب هناك النصيحة ممن قد فهم بأن الأندونيسيا لها العديد من الثقافات والتقاليد المتنوعة وقرأت في عدة الصفحات بأن ماذا عندما ماذا اجتمع الحشد الكبير من مختلف من مختلف القبائل عادة هؤلاء يحتفلون بيوم الاستقلال اندونيسيا عادة الموقع في جاكرتا هؤلاء الذين يجيئون من مختلف القبائل يجيئون من مختلف القرى يجيئون من مختلف المدن سوف يلتقي بعضه سوف يلتقي بعضهم البعض وسوف يجد ثقافتهم الجيده ويتبادلون ثقافات ويتبادلون التقاليد ويتبادلون القبائل هذه هي الامور التي لا بد ان يفهمها كل مواطن اندونيسي هكذا. عندما احتشد الافراد الاندونيسيين يجب الاحترام بالثقافات المختلفه يجب الاحترام بالتقاليد المختلفه لكن هذا الاختلاف الذي ذكرته منذ البداية حتى الآن ليس هو ما ش... ليس هو ما يمنعنا عن تحقيق ماذا توحيدنا يعني توحيد الوحدتنا الأندونيسية الوحدة الأخوية مهمة جدا كيف كان الشعوب الأندونيسيون هكذا يتحدون بعضهم مدر... رغم اختلافهم رغم اختلافهم في الاديان، رغم اختلافهم في الثقافات، رغم اختلافهم في العادات، ولكن لاننا نعيش في نفس الارض، لاننا نعيش في نفس الدولة، لاننا نعيش في نفس العالم، لاننا نعيش في نفس البقعة، في نفس المنطق، في نفس المنطقة، يجب الاحترام ببعضنا البعض. هكذا الاندونيسيا ارض اندونيسيا هو محل نمد فيه البصر نغض فيها البصر ومحل ناكل فيه الاطعام ومحل نشرب فيه المشارب الكثيره ومحل كل الاشياء التي عشنا فيها لذلك لأي شيء نحن نقوم بمعارضة بعضنا البعض ولأي شيء نقوم بمعارضة الثقافات المختلفة هذا لا ليس هناك الفائدة بل هناك ستبدو المشكلة الأخرى وأنا نعيش في نفس الأرض نعيش في نفس الأرض يجب هناك الاتحاد القوي بين أفراد المجتمع الأندونيسي خاصة في دولتنا إندونيسيا رغم اختلافهم في القبائل رغم اختلافهم في الأديان رغم اختلافهم في التقاليد هكذا نعم هذه آه ماذا؟ الأشكال أو آه القصة التي عرفتها كيف كان هؤلاء المواطنون يحتفلون بيوم الاستقلال، بيو بحيث ماذا؟ يستطيعون أن يتحدوا بعضهم بعض، لذلك التسامح بين الشعوب مهم جدا، كما قد, كما قد قلت، روما هناك اختلاف، روما أن هناك اختلاف، نعم، هذا ثم تفضل. هذه هي ماذا ماذا القصة أو الخبرات التي عرفتها حول الاحتفال حول كيف هؤلاء الأندونيسيون يحتفلون بإستقلال الأندونيسي نعم ثم عبر من هذه القصة ما العبرة التي نستطيع أن نأخذها من هذه القصة؟ نعم استطعنا الاستفادة والاستزادة من هذه القصة واستنتجنا بأن الاختلاف ليس مانعا في تحقيق رفاهيتنا ليس مانعا في تحقيق اتحادنا ليس مانعا في تحقيق مصلحتنا ك... ك... نحن ك... بوصفنا المواطنين الأندونيسيين يجب الاحترام بحيث أصبح الناس أصبح المجتمع الأندونيسي أكثر ثقافة أكثر بتنوع ثقافاتهم رغم اختلافهم في الثقافات رغم اختلافهم تقاليد رغم اختلاف العادات كيف يكون هؤلاء الأندونيسيون أكثر احتراما وأكثر ماذا استقلالا في تأدية واجباتهم في تأدية أمورهم ربما هناك أمور مختلفة لكن الأهم هو الاعتماد على حسب مدى معتقداتهم أما بالنسبة للمعتقدات على سبيل المثال من حيث الأديان يجب الاحترام بحيث ماذا؟ ما لم يكن هناك التشويش بين القبائل أو بين المختلفين في الأديان، يجب هناك الاحترام هكذا، يجب هناك التثمين، يجب هناك التسعير، رغم هناك الاختلاف، رغم هناك، ماذا، اختلاف التقاليد، مهم جدا، لنستفيد من هذه كلها. الخلاصة هي. تحقيق أو تحقيق اتحادي الوحدة الأندونيسية تحقيق التوحيد كيف نتوحد بعضنا البعض كشعوب إندونيسية، من سابان إلى ميراوكي الشعوب الشعوب القادم القادمون من الممتدة من ساحة الأرض من سبان سبان مركي. هؤلاء يتقوون يتقوون يتقو 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 ويتحدون بعضهم البعض من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق رفاهية المجتمع الأندونيسي هكذا نعم هذه هي العبرة لماذا يجب الاحترام رغم هناك الاختلاف لماذا يجب التثمين أو التسعير في سبيل تحقيق الاتحاد الاخوي وفي سبيل تحقيق الوحده الاندونيسيه. <تضحكي> نعم. ما شاء الله وتلك العبرة يعني تضمن المضمون من من احد الغناء التي مشهورون في العالم نعم. في بلدنا الاندونيسيه نعم هناك الغناء المشهور عندما عندما منذ, منذ جلوسنا في الكرسي في الكرسي المدرسة الابتدائية، علمنا المدرس بأن نغني تلك، الو... ذلك الغناء، كيف؟ آه هذا الغناء ماذا؟ آه يقودنا ويسوقنا إلى الوحدة الأندونيسية، ربما كيف آه ماذا؟ الصوت الغناء، هل عرفتي؟

16, 16. Tanah air ah, ku tidak kulupakan lupakan. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, jauh tidak akan hilang dari kalbu, Tanahku yang kucintai, ha, engkau. كذلك like في لفظ أنتو كيف نحن نثمن بعضنا البعض رغم أنه مختلف الأديان رغم أنه مختلف في القبيلة رغم أنه مختلف في العادة يجب الاحترام بعضنا البعض لتحقيق الوحدة الأندونيسية بين أفراد الشعوب الأندوسيين

Akadah. Nah, syukron ya akh. Wa syukron ala husni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.